المواطن اليوم يريد إنجاز، يريد برلمان يعمل بمهنية وحرفية، يريد نائباً لا يكتفي بالصراخ ولكن عمله قبل قوله وأدواته البرلمانية قبل وعوده. هذا ما يريده الناس. أي شيء أقول عنه قليل، لأن هذه في الواقع وظيفتي كناشط حقوقي، أتكلم لأشخاص يستحقون أن أتكلم. واسمحوا لي أن أقول باسمكم جميعا بأننا قد شبعنا من الوعود، وشبعنا من الشعارات، وشبعنا من دغدغة العواطف. نعم، فقدكم هدفي من الآن وحتى آخر يوم لي في مجلس النواب، في حال وفقني الله لحمل هذه المسؤولية بتمثيلكم. وإذا قلت بأن ثقتكم هدفي، فإنني أعرف جيدا بأن ثقة الناس في أغلب النواب سقطت وانتهت، وأن هناك حالة إحباط يعيشها أغلب المواطنين، لأن توقعاتهم كانت عالية في مجلس النواب. أنا أهنئك على هالمحاور، ومن بين المحور المهم جدا اللي ذكرته وهو اهتمامك بذوي الهمم.